مطلوب. فريق من هنا هيمثل للفريق هنا مشهد، مطلوب الفريق ده يعرف المشهد، ومطلوب منكم تمثلوا حلو عشان هتاخدوا درجة على التمثيل. هنعمل المشهد بس تعالوا قولوا المشهد ايه. ماشي يلا. طيب ايه اللي بيعمل بالجاكيت ده؟ انا عارف هو هيعمل ايه بالجاكيت ده. طيب احنا كده تمام. يلا اتفضل يعني شوف اللي رايح. اقعدي عادي على ركبتك عادي. لا خلاص لا عادي. جاهزين؟ الكاميرا فين عشان اعرف ارمي وشي؟ نبتدي الوقت. نبتدي الوقت. 3 2 1 ابتدوا الوقت. انا عرفت خلاص. اتفضلوا. لا مش هقول ان هو يخلص. ناوي تعالى قناه. بص يا ابني جبت لك شركتك يا ابني. هنجوزك هنجوزك. تعالى تعالى يا ناوي. تعالى ما تخافش. تعالى تعالى حبيبي. هات السكينه دي بس. هاتها هاتها يا ناوي. تعالى هنجوزك هنومه يا ناوي. تعالى حط تعالى حط ايدك هنا. تعالى هنجوزك يا ناوي. احلى يوسف شاهين شفته في حياتي بجد. يا ناوي تعالى تعالى. واو واو مدهش ما شاء الله. ايوه خلاص انا سايبكم كملوا عشان بتغلي. انا بتغلي فسايبكم كملوا. لا كملوا يا ناوي تعالى هنجوزك يا نوم. اهربي اهربي اهربي. هو عارف يا يا هو عارف هو عارف المشهد. لا لا هو عارف الدار. انت عرفت المشهد معانا تقريبا. انا عرفت المشهد من ساعه ما قعد وانت مسكت البتاع. هو مش مهم بس يعني على راسي المشهد. هو مش راضي. برافو. الباب الحديث. 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 ايه كلمة السر؟ يوم ورا يوم حبيبي مجانينهم حبيبي مجانينهم حبيبي. انا عمري ما كنت بغي بس خلاص اظن الموضوع معروف. ايه ده اللي انا عارفه؟ والله من ساعه ما وقفت الوقت خلاص. يا جماعه يا جماعه الميزانسين بتاع ده شرح المشاهد كلها. لا لا يا جماعه ايه الميزانسين شرح المشاهد. الميزانسين قعدوا ساعه في الميزانسين. احنا قعدنا في الارض عرف الفيلم وقفنا عرف الفيلم. طب ماشي معقول. انا عايزه بوينت اكتر. فول السين العظيم. هو مش هياخدوا حاجه على التمثيل بس. حرام عليكي. لا لا بس هنا حرام عليكي. ايه كنت عامل كده؟ لا 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 بس يوم ورا يوم حبيب مجانينو حبيب. والله حرام عليكي. انا ضحكناكي ولا ما ضحكناكيش؟ يا جماعه بس خلاص. انت عايزه ايه؟ مريم فعلا التمثيل بس بصراحه علي يستحق جايزه خاصه والله. ليه ليه؟ علشان جايزه لجنه جايزه الجديه. جد جد يعني يوم ورا يوم حبيبي مجانينو حبيبي. حبيبي انا مش داخل.